وللمزيد حول مبادرة ابدأ لدعم وتطوير الصناعة الوطنية ينضم إلينا دكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد. دكتور محمد برحب بحضرتك. يعني كما استمعنا ورأينا صباحا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني وضع حجر الأساس لدعم منظومة الصناعة الوطنية لعدد من السنوات المقبلة. أهمية هذه المبادرة مبادرة إبدأ وأهمية توقيتها والدعم اللي هتقدمه الدولة بكافة مؤسساتها المختلفة لدعم القطاع الخاص. مساء الخير على حضرتك السادة المشاهدين. الحقيقة احنا بنشوف انه الدولة المصرية يعني بتقوم بمجموعة من القرارات المهمة جدا ومجموعة من المبادرات الهدف الرئيسي لها ان هي تعمق مفهوم المنتج المحلي، تحاول توسع بنوع من الشموليه لقاعده القطاع الخاص في مصر، تحاول تحقق المستهدف من 2030 ان احنا كيف نصل الى 100 مليار صادرات، هو ان احنا نوسع قاعده القطاع الخاص من مشاركته بنسبه 30% في التوقيتات الحاليه والتوقيتات السابقه الى ان احنا نستهدف مشاركته بنسبه 65%، وبالتالي النهارده بنستهدف مشاركته في الناتج المحلي الاجمالي من 17% الى تحقيق المستهدف اللي هو 30%. انا اعتقد ان هذه المبادره توقيتها توقيت ممتاز جدا، و يعني على خلفيه طرحها ان هي طرحت في افطار الاسره المصريه من السيد رئيس الجمهوريه ولاقت اهتمام كبير جدا، لانه بشكل او باخر هي بتدي مجموعه من الحوافز ومجموعه من الضمانات للمشاركين في هذه المبادرة، سواء كان أراضي بحق الانتفاع، سواء كان إعفاء ضريبة لمدة 5 سنوات، لها شروط القانون حددها على سبيل العصر، وبالتالي المستهدف منها إن هي تعمل نوع من تعميق المنتج المحلي، إن احنا نشارك في الصناعة الوطنية بشكل كبير جدا بحيث نحقق المستهدف وتحقيق فائض كبير جدا واستهداف الصناعة بنسبة تزيد على 50% ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني يمكن حضرتك اتكلمت عن بعض التسهيلات منها تقديم حوافز وايضا اعفاء من الضرائب على ما اعتقد لمده 5 سنوات، تقنين ايضا الاوضاع المخالفين، طيب ما المطلوب الفتره المقبله او الحوافز والتسهيلات والتشجيعات اللي هتقدم للمصنعين والمستثمرين الفتره المقبله من خلال هذه المبادره؟ لو هتكلم على المستوى التشريعي، المستوى التشريعي مطمئن جدا، يعني عندنا قانون 72 لسنة 2017، قانون مشروعات قانون الاستثمار الموحد، والقطب الاخر اللي هو قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه 152 لسنة 2020، وبالتالي في اطمئنان تشريعي لان القوانين محدثين وفقا لاحدث النظم العالميه، وانا اعتقد ان في ارتياح كبير جدا من رواد الاعمال ومجتمع الاعمال والمستثمرين سواء كان اجنبي او محلي، لانه اعطى مجموعه من الضمانات، وبالتالي الجانب التشريعي مطمئن جدا. بالنسبه لبعض الامور الهيكليه اللي هي تتعلق بمجموعه البيروقراطيه اللي ممكن بعض القطاعات بتعاني منها، فانا اعتقد انه طرح بعض المثال زي الرخصه الذهبيه والخلافه دي كلها بتقضي على بعض الامور البيروقراطيه او السلبيه اللي بتتعلق في جانب كبير جدا واللي ازاي يا دكتور محمد؟ لانه بالفعل يمكن البعض يتساءل عن هذه الرخصه الذهبيه ولاي مدى هي هتذلل الكثير من العقبات امام المستثمر، هنا متحدث عن المستثمر الجاد، لو تشرح لنا اكثر مزايا هذه الرخصه. ما هو الحكومه كانت ذكيه جدا في انها تطرح الرخصه، لانه احنا محتاجين نوع من تخليق الآليات الجاذبة للاستثمارات، تخليق الآليات اللي ممكن نوسع بها قاعدة القطاع الخاص. وبالتالي الرخصة الذهبية دي أحد الأنماط، أنا أعتقد إن هي الأنماط الدولية، يعني أنا يعني بحيي الحكومة المصرية إنها لجأت إلى هذا الأمر منذ عام 2021، لأنها أحد الأنماط الدولية لمغازلة المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجنبيين، بحيث إن هي تضعهم في بوتقة مهمة جدا وترصد كل السلبيات والايجابيات، وبالتالي تقضي على كل السلبيات بحيث انها تحقق المستهدف. الرخصه الذهبيه دي احد الاطر المهمه جدا واللي كل الدول العالم بتسعى اليها، لانه بشكل او باخر بعض الامور الهيكليه اللي فيها انه لابد ان يكون المشارك في هذه الرخصه او اللي بيمنح لهذه الرخصه انه يكون حجم الانتاج من صناعته او انتاجه بيزيد عن 50% منه واجب التصدير خارج مصر. يبقى احنا النهارده بنستهدف ال 50% اللي هو كتعبئه للسوق المحلي،
علاوة على 50% الحكومة بتستهدفها من هذه الرخصة للتصدير خارج مصر، وبالتالي جلب عملة صعبة وتوفير أو خفض الفجوة الدولارية اللي موجودة حاليا. فأنا أعتقد أنها في هذا التوقيت مهمة جدا، وسوف تلاقي إقبال شديد جدا إن شاء الله. ودي نقطة مهمة جدا دكتور محمد، فكرة خلق آليات لجذب الاستثمار مع هذه الرخصة الذهبية، مع القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، ومنها طبعا إلغاء الاعتمادات المستندية. كل هذه القرارات إزاي هتدعم الاقتصاد الوطني الفترة المقبلة، وصولا بقى للمستهدف وهو 100 مليار دولار؟ يعني لو هقسم اجابتي مع حضرتك هقول ان في سياسه نقديه وسياسه ماليه. السياسه النقديه اللي ان البنك المركزي حاليا بيتمتع ب يعني سعر صرف مرن جدا، وبالتالي ده لاقى اقبال كبير جدا، لانه احنا دلوقتي بنتكلم على سوق عرض وطلب، وبالتالي هو ده البيئه الجاذبه للمستثمرين واللي بتفتح شهيه المستثمرين في الاوقات الحاليه. علاوه على انه الحكومه رفعت اسعار الفائده، فده ايضا توجه مهم جدا، وبالتالي كل هذه الآليات اللي اتخذت من قبل البنك المركزي كسياسة نقدية أو سياسة تشجيعية لمجتمع الأعمال بتفتح آفاق كبيرة جدا في التوقيت الحالي. لو هتكلم على مستوى السياسة المالية، أنا أعتقد أن السياسة المالية حاليا هيصدر العديد من القرارات المحفزة والتي تعطي مجموعة من الضمانات الممنوحة للمستثمرين المحليين، بغرض أن احنا النهاردة محتاجين قاعدة صناعية هيكلية تصل في 20-30 الى رقم، انا اعتقد انه هيتخطى ال 100 مليار صادرات اذا مشينا على هذا النمط في التوقيت الحالي. يمكن دكتور محمد خلينا نتكلم عن نقطه هامه، فكره انه دائما الدوله والسيد الرئيس يتحدث عن فكره التكامل، التكامل ما بين الحكومه والقطاع الخاص. ازاي هذه المبادره هتحقق هذا التكامل، فكره التكامل ما بين دعم طبعا القطاع الخاص الصناعي والاستثماري مع الدولة، يعني ليس زي ما بنقول كده ليس مزاحمة الحكومة ولكن التكامل بينهما؟ هو لو هتكلم على موضوع التكامل لأنه مهم جدا، بس هو بعض المستثمرين ممكن بيشوف أنه تدخل الدولة في بعض القطاعات الاستثمارية، وأنا أعتقد أنه وثيقة سياسات ملكية الدولة كانت واضحة جدا، والآليات اللي تم وضعها بعد المؤتمر الاقتصادي كانت جيدة جدا في أن هي تكون شفافة جدا وواضحة جدا في توضيح بعض القطاعات اللي الدولة تتخرج منها والقطاعات اللي الدولة هتشارك فيها بالنسبة لمدة وبعدين تتخرج منها والقطاعات اللي الدولة هتستمر فيها. فبالتالي النهاردة شهية المستثمر أو المصنع في مصر أو المصنع أو المستثمر الأجنبي كده بقت واضحة في ان احنا النهارده نتكلم على مكون محلي. طب المكون ده من الممكن انه الدوله تعمل مجموعه من التيسيرات، هو ده اللي بيحقق نوع من الاطمئنان، لان الدوله النهارده يعني انا اعتقد ان في بعض المبادرات اللي يعني لتسويق وعمل برامج تسويقيه كبيره جدا للمنتجات المصريه خارج مصر، فدي احد الاليات اللي الدوله عايزه تطمئن المستثمر وتحقق التكامل في الجانب التسويقي، فده مهم جدا. لكن كمزاحمه للقطاع الخاص انا اعتقد ان الامر بقى واضح جدا في وثيقه سياسات ملكيه الدوله. هو تخرج الدوله من بعض القطاعات، ولكن في نفس الوقت هي موجوده كمودريتر او كرقيب على هذه المشروعات. بالظبط. طيب دكتور محمد، بعد هذه التسهيلات وبعد هذه أيضا القرارات وهذا الدعم للمصنعين والمستثمرين سواء في الداخل أو حتى الخارج، حضرتك شايف مستقبل الصناعة في مصر إزاي؟ أنا أعتقد يعني قارئ للسياسة الاقتصادية سواء كانت الكلية أو الجزئية، علاوة على أنه إحنا أيضا بنشوف المجتمع الدولي، يعني حضرتك تعلمي جيدا أن المجتمع الاقتصادي العالمي النهاردة بيتشكل، والخريطه الاقتصاديه بدات تتخذ منحى اكثر جيوسياسيه طارئه، وبالتالي النهارده في اسواق جديده بدات تنشا، في علامات تجاريه حول العالم كلها بدات تتضح، في علامات بتندثر، وبالتالي انا اعتقد انه كبنيه تشريعيه الحكومه قدرت تعملها بشكل جيد جدا، تهيئه المناخ الامن للاستثمار موجود بشكل ممتاز جدا في الواقع المصري، الجانب التسويقي ايضا الحكومه تتولاه بشكل ادق مع المستثمر المحلي المستثمر الاجنبي، فكل الظروف مهيئه علاوه على الضمانات والامور المحفزه للاستثمار، انا اعتقد ان مستقبل الصناعه في مصر سوف يكون له مستقبل زاهر في التوقيتات القادمه، سواء كان على المدى القصير او المدى الطويل، لانه
احنا بنتكلم النهارده على كل الاليات او التجارب الدوليه، واحب احيط حضرتك استاذ المشاهدين ان المجتمع الصيني او الدوله الصينيه نفسها حينما بدات الصناعه، ماليزيا حينما بدات الصناعه اتخذت كل هذه الاجراءات، وبالتالي التجربه الحقيقيه للصين وماليزيا النهارده موجوده في الواقع التشريعي والواقع الهيكلي والواقع السياسات الماليه والنقديه في الواقع المصري. وبالتالي النهارده انا اعتقد انه احنا هنحقق زياده عن 100 مليار صادرات في 2030 وهنتخطى هذا الرقم اذا سرنا على هذا النمط منذ الان. السيد الرئيس تحدث ايضا عن المشروع القومي حياه كريمه، علشان نفهم اكثر من حضرتك ايه العلاقه بين مبادره ابدا والمشروع القومي حياه كريمه؟ الفكره كلها انه السيد الرئيس والحكومه المصريه عايزه تعمل نوع من التوازن ما بين انه يحصل تنميه مجتمعيه وتنميه اقتصاديه وتنميه شموليه، سواء كان في المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، وعلى فكرة تم إضافة متناهية الصغر في قانون المشروعات الصغيرة المتوسطة ما كانش موجود من قبل ذلك. وبالتالي النهاردة حياة كريمة من أضخم المبادرات التي تمت في الواقع المصري، لأنها بتعمل نوع من اللامركزية في صناعة القرار الاقتصادي، بتعمل لامركزية في التنمية المجتمعية الشاملة القائمة على مبدأ العدالة، مبدأ التكافؤ، مبدأ تحقيق الفرص في وقت ضيق جدا. وبالتالي النهاردة لما يحصل تنمية مجتمعية، تنمية اقتصادية، تنمية شمولية على مستوى القرى وعلى مستوى المحافظات، ده هيحصل تنمية بالشكل الكامل على المجتمع ككل في الواقع المصري. فبالتالي أنا أعتقد حضرتك تقصد أنه أرباح هذه المبادرة أو أرباح هذه الشركة كما أطلق عليها بعض الخبراء هتتوجه إلى الريف المصري. ما احنا قلنا انه احنا بنعمل نوع من توزيع العداله بس بنظام لا مركزي مش مركزي. كان البدايه انه بنبص على مدينه العاشر من رمضان كمدينه صناعيه، دي مركزيه، مدينه 6 اكتوبر وخلافها، لكن النهارده في نهضه شموليه في كل القرى وكل النجوع وبعض محافظات النائيه في مصر، فده بيحقق نوع من التنميه الشامله اللامركزيه، ده بيضفي نوع من العداله على هذه القرى وعلى هذه المحافظات النائية. في وقت ما كانتش النهاردة هي يعني هي في التوقيتات السابقة ما كانش عندها هذا الأمر، لما تعملي لها هذا الأمر هيحصل نوع من التنمية المجتمعية الاقتصادية الشاملة، وبالتالي سوف يعم الناتج الإجمالي بتاعها على كل الدولة المصرية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد.